طبعاً أنا كملت البكالوريا لمدة شهرين ثلاثة بأطمة بخيمة، بعدين حصلت على مجموع 234. طبعاً كانت الشغلة مو سهلة أبداً، لأنه كنا يعني نزوح وحرب وتهجير. قدمت امتحان معياري، طلع لي طب أسنان. طبعاً الداعم الأول كان بحياتي هو أخي، لأنه أبي توفى ب 2016 بسبب قصف النظام على منطقتنا، وبعدين أصيبت والدتي بمرض وتوفت والدتي بالسنة الثانية بالفصل الثاني. الحمد لله حالياً أنا عم كمل دراستي بفضل الله من ثم فضل أخي الكبير. صرت سنة رابعة، رح كمل إن شاء الله، بسعى إن شاء الله لحتى أكون طبيبة ناجحة متفوقة، ترفع راس عائلتها، ترفع راس أخوها. شعور كتير حلو إنك تشيل، يعني تشيل الألم، خصوصاً ألم الأسنان هو ألم كتير كبير، إنه تزيل الألم من أسنان المريض. المريض مجرد انه يقوم ويقول لك شكرا او يسلموا ايديك وابتسامه، فهذا شعور كثير حلو.